ولدي كان ضحيه ديال حادثه سير مميته، هو واحد الولد اخر اللي هذا نفس الشخص اللي قتل هذا الدري بهذا الاذى، هذا القتل العمد اللي كان المغاربه كلهم شافوه في ذاك هذاك التوثيق ديال الكاميرا. هذاك السيد كنت عاقب في ديك العقوبه في هذيك فاش قتل ولدي وقتل هذاك الدري، ما كانش يقتل هذا بدر هذا، حيت هذاك السيد ما طبقوش مع القانون. هذاك السيد خرج بلا عقوب، ما دارش تحت الحراسه النظريه وما تحيدتش، ما تسحبتش منه رخصه السياقه وما تحكم عليه حتى شي حكم، تحكم غرامه ديال 7500 وزاد في الطغيان ديالو هذا السيد. هذا السيد كنت عاقب في ديك الوقت ما كانش غادي يدير هذه الجريمه عاوتاني، وكاينين الناس اللي متواطئين معاه، وانا عندي ثقه في القضاء على انه هذيك المسطره راه غادا تبدا من جديد، واي واحد متورط باذن الله انا بغيت انا اي واحد متورط انا غادي نبقى معاه حتى الاخر تيتخذ لي حقي. 37 سنه ديال الشرطه بنزاهه النقاب متقاعد. نعم اسيدي. الوليد سميتو ولدي حتى هو كان بوليسي، يلا نجح في الكتابه والشفوي، هو اللي عندي وليد واحد اللي عندي رزاني فيه داك السيد، حيت هذاك السيد كنت طبق فيه القانون ما غيموتش هاد بدر الدكتور هذا اللي ضاعت فيه المملكه المغربيه، دكتور باحث من الناس النقيين ديال البلاد. ولدي زيد في 1994. فين ضربوا؟ ضربوا هنايا في الشريط الساحلي ديال عين السبع، حيت هو كيسكن في عين السبع وانا كنسكن في عين السبع. كان تيأدي الواجب ديالو؟ لا، ولدي يلا نجح، ولدي تعشى وجاي، جاي من المحمديه. ضربوه في الشريط الساحلي؟ ضربوه، قتلهم جوج ديال الدراري، قتلهم في الشريط الساحلي ديال عين السبع. وباقى لا زالت باقى القضيه باقى جاريه، ما كاين والو. ونتمنوا المسطره والقانون لا، ولكن انا عندي اليقين وعندي الثقه في القضاء باذن الله. دخلنا عند السيد الوكيل العام استقبلنا وقال لنا انا غادي هذا الشيء غادي يبدا من جديد، وانا عندي اليقين على انه باذن الله غادي تخذ لنا حقنا، واي واحد متورط في هذه القضيه انا غادي نبقى معاه حتى الاخر، يا كان كبير الشان ويا صغير الشان، انا ما بقى عندي ما نخسر. وليد واحد راه مات ليا والحمد لله والشكر لله على كل حال، ولكن كاين القضاء، انا عندي الثقه في القضاء وكاين الله وكاين سيدنا الله ينصره.